وعلى سيدنا رسول الله تحية إجلال وإكبار وتقدير لكم ولكن أيها الأحرار وأيتها الحرائر، تحية عالية لكم ولكن لأنكم اخترتم اختيارا واعيا واختيارا مسؤولا، واخترنا جميعا الانحياز لمعركة النصرة ومعركة الإسناد ومعركة الدعم، وهو أقل الواجب واجب الوقت في حق القضية الفلسطينية، في حق قضيتنا العقدية، وتجاه معركة الأقصى ومعركة المقدسات ومعركة الدماء ومعركة الإبادة، وضد جرائم الإبادة والتقتيل والتجويع والإرهاب التي يخوضها وللأسف الشديد الكيان الصهيوني المجرم بدم بارد وبتواطؤ مفضوح ومكشوف من الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية والمجتمع الدولي الرسمي. ومن خلالكم أرفع شارة النصر وأقول تحية عزة وفخر واقتدار للمقاومة الفلسطينية، لرجال القسام ورجال السرايا ولكل رجال ونساء الشعب الفلسطيني الذي يقف اليوم في قلب طوفان الأقصى وفي معركة طوفان الأقصى. يا سلام يا استسلام، يا سلام يا استسلام، يا سلام يا استسلام. الشعب الفلسطيني ومقاومته بمقاومته ورجاله ونسائه الأبطال الأحرار الأقوياء الصامدين المرابطين على الثغور يقفون اليوم نيابة عن الأمة الإسلامية وعن هوان الأمة الإسلامية وعن ضعف الأمة الإسلامية، يقفون اليوم في جدار التصدي وأمام فوهات المدافع وفوهات الراجمات، يقفون في أمام جدار التصدي لمخطط تهويد القدس الشريف والإجهاز على ما تبقى من مقدساته والإجهاز على ما تبقى من كرامتها.